السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تبسيط العلوم أو Simple Science. في هذه الحلقة سوف نتعرف على الـ DNA Cloning أو ما يسمى بكلونة الـ DNA. كلونة الـ DNA وسنأخذ مثالا عليها مثل كلونة الـ Green Fluorescent Protein أو الـ GFP جين في النبات. والـ Green Fluorescent Protein هو عبارة عن بروتين الفلورسنتي الأخضر. هذا البروتين يستخدم في كثير من التجارب الوراثية. هذا البروتين تم عزله من الطحالب، بعض أنواع الطحالب، وهذا البروتين يستخدم في تجارب كثيرة لإثبات أشياء كثيرة كما سنرى. عندما يتم نقل هذا جين أو أي جين غريب من كائن إلى كائن آخر يسمى هذا الجين كلونينج أو الترانسفورميشن أو التحول الوراثي. فعندما ننقل جين الجي اف بي أو الجرين فلورسين بروتين إلى جينوم النبات، فهذا يعتبر أننا قد أحدثنا كلونة للدي ان اي في من نبات من كائن دي ان اي لكائن غريب إلى جينوم الكائن المراد تحوير الوراثي له. فمجرد انتقال الجين الغريب إلى الكائن المراد تغييره هذا يسمى كلونة الجين. فلنجد مثلا أن البلانت جينوم أو الجينوم النباتي مجرد أن وضعنا فيها الجي اف بي جين أو هذا الجين الجديد يحدث له تعبير، وهذا الجين ينتج البروتين المرغوب. فبعد نقل هذا الجين الجديد إلى النبات يحدث له نسخ وثم ترجمة لهذا الجين وتنتج البروتين المرغوب، وهو بروتين الجرين فلورسنت بروتين أو يسمى بروتين الفلورسنتي الأخضر. وهذا البروتين الفلورسنتي الأخضر يتميز بأنه يلقي ضوءا فلورسنتيا أخضر. فنجد أنه إذا انتقل هذا الجين إلى النبات فنجد أن أوراق النبات قد تعطي ضوءا فلورسنتيا أخضر، وبالتالي نتأكد من أن الجين قد تم انتقاله إلى النبات. فلذلك قد من هذه التجربة نرى أنه قد تم انتقال الجين الفلورسنتي الأخضر من مثلا الطحالب الخضراء التي فيها هذا البروتين إلى النبات. ما هي الخطوات المعملية على المستوى الجزيئي لعمل هذه التجارب؟ الخطوة الأولى هي عملية الـ PCR amplification للجين، وهذه هي تعني انتقال أو قطع جزء هذا الجين أو عزل هذا الجين وتضعه عن طريق جهاز الـ PCR. عن طريق جهاز الـ PCR في الحقيقة يتم عزل الآلاف من النسخ بل ملايين من النسخ من هذا الجين. بعد عزل أو تضاعف هذا الجين إلى ملايين من النسخ يتم أخذ هذه النسخ جميعها من جهاز الـ PCR، وثم يتم التأكد من أننا قد عزلنا القطعة المرغوبة عن طريق جهاز يسمى جهاز التفريد الكهربي أو الجل إلكتروفيس. وبالتالي فإن الخطوة الثانية هي عبارة عن التأكد أو تفريد القطعة التي تم عزلها عن طريق جهاز التفريد الكهربي والتأكد من أن الحجم الذي تم عزله هو الجين المرغوب. بعد ذلك بعد أن يتم هذه التفريد على جهاز البروتين على جهاز التفريد الكهربي يتم قطع أو عزل القطعة التي تم تفريدها على الجهاز وأخذ هذه القطعة حتى يتم بعد ذلك استخدامها. أما الخطوة الرابعة فيتم أخذ هذه القطعة وإدخالها داخل بلازميد بكتيري، وبالتالي هذه يسمى بالـ DNA ligation أو لحم الـ DNA أو إدخال هذا الـ DNA. وبالطبع هذه تشمل خطوتين هامتين جدا، لحم هذا الجزء من الدي ان ايه. الخطوه الاولى هي انه يتم عمل نهايات لزجه لقطع الدي ان ايه المراد ادخالها، وذلك عن طريق انزيمات القصر، ثم ايضا قطع البلازميد البكتيري الذي سوف يتم ادخال القطعه فيه عن طريق نفس انزيمات القصر.
ثم الخطوة الثانية ستكون عن طريق لحم هذا الجزء في البلازميد البكتيري بإنزيمات لحم مخصوصة تسمى DNA ليجيز، وبالتالي فقد تم إدخال القطعة التي عزلت مسبقا في هذا البلازميد البكتيري. وبالتالي فمثلا فلو كان جين الجرين فلورسن بروتين نتحدث عنه الآن يدخل بالكامل داخل البلازميد البكتيري كما نرى، وسيكون واضحا بأنه جين غريب عن البلازميد. البلازميد الجديد الذي يحتوي على الجين المدخل إليه سوف يتم نقله إلى البكتيريا عن طريق عملية تسمى ترانسفورميشن أو التحول الوراثي. هذه العملية ترانسفورميشن أو التحول الوراثي يتم فيها نقل البلازميدات المعدلة الجديدة إلى البكتيريا، وليكن أجروبكتيريا فقط مثلا، عن طريق استخدام تكنيكات تعتمد على الهيت شوك أو الصدمة الحرارية. وبالتالي نستطيع بذلك أن نتأكد من أن البكتيريا قد تم انتقال البلازميد فيها، وذلك بعد تنمية هذه البكتيريا المحورة وراثيا على أطباق معينة تحتوي على بيئات مخصصة لاختيار البكتيريات المحورة فقط، وتسمى هذه البيئة بيئة اختيارية. بعد تنمية البكتيريا المحورة وراثيا على البيئات الاختيارية أو السيلكتيف ميديا، يتم بعد ذلك اختبار أي من المزارع أو المستعمرات البكتيرية تحتوي على الجين المرغوب وبالترتيب المرغوب عن طريق عملية تسمى السيكونسنج. يتم عزل هذه البكتيريا واختبارها عن طريق عملية السلسلة أو السيكونسنج حتى نتأكد أن تتابع النيكلوتيدات الموجود في الجين هو التتابع الصحيح والمرغوب حتى تكتمل التجربة. عندما نتأكد أن الجين المرغوب أو الذي تم عزله وبالفعل هو الجين المرغوب المراد دراسته، نأخذ هذا الجين ونتأكد أننا نستطيع أن نعمل عملية الترانسفيكشن أو عملية نقل الجين إلى النبات. هذه هي الخطوة الأخيرة. نستطيع بذلك أن نأخذ السؤالات البكتيرية التي تم تحويلها وراثيا وتحتوي على الجين المرغوب، وعن طريق سلالات مثل الأجروبكتيريا يتم عدوى النبات بهذه السلالات، حيث بتقوم سلالات الأجروبكتيريا فمثلا على نقل هذا البلازميد المحور وراثيا إلى النبات. بمجرد انتقال هذا البلازميد إلى الجينوم النباتي واندماجه داخله، نرى أن الجين الذي تم عزله وهو جين الجرين فلورسنت بروتين تم انتقاله في الحقيقة إلى الجينوم النباتي وتعبيره داخل الجينوم النباتي. مثل هذه التجارب تستخدم في آلاف من الدراسات لدراسة الجينات ووظائف البروتينات في مثلا في أبحاث السرطان أو الفيروسات أو البكتيريا والعدوى والأمراض الوراثية وغيرها من الدراسات، وطبعا لإنتاج النباتات تنتج بروتينات مضادات أجسام مضادة أو إنتاج مواد طبية مثل الإنسولين وغيرها من التطبيقات الأخرى. فكل هذه هي عبارة عن تطبيقات للـ DNA cloning أو ما يسمى بكلونة الـ DNA. وبالطبع هناك المزيد والمزيد من التطبيقات كل يوم بنراها لهذا التكنيك العظيم. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر شركة Simple Science على إنتاج هذا الفيديو العظيم، ونسألكم الدعاء وتابعونا من أجل مزيد من الفيديوهات الممتعة والمبسطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.